اهلا وسهلا الزينة ديالي، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. اول حاجه نبداو بها شنو هي اختي؟ هي عواشركم مبروكه، نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وش نقول لكم، طول العمر يا ربي امين. المهم كي كتشوفوا رمضان على الابواب ان شاء الله وكيشلا يا اختي ما نشارك معاكم. مهم اول حاجه ديجا الحطه اللي انا حاطه لكم اليوم في هذا الفيديو، عارفه بلي بزاف اللي غادي يسولوني على قفطان كيعجبوكم قفطني بزاف، هادو خدمتهم في المغرب. تابعوني في الانستغرام ديالي اللي هو حنان تيغي ديال 8 شانيل. بالنسبه لي بيجو اللي انا لابسه بيان سور بلا ما نقول لكم الكوليكسيو سينياتور، هادي كتجبديها يا اختي الا عندك شي حطه وشي همه. الكوليكسيو سينياتور هذا اللي عملت لكم لاغام سينياتور خطيره، الحلقه ديالها عندها البراسلي وكاينه الخاتم، كيجي في الكوفخي هكداك واعر حنان شانيل، كيجي في الكوفخي ديالو لا غام سينياتور بثمن مناسب، حسن ما هو الا شريتي كل واحد بوحدو كيجي ثمن مناسب. المهم راه في السيت ديالي حنان شانيل .com تلقاوه في صندوق الوصف. سينو لي براسلي هادو ديال الفيس او الانسبيراسيون كارتي حتى هو تلقاوه عندي في السيت، وحتى هاد الخاتم هادي انسبيراسيون بلغاري تلقاوه عندي في السيت حنان شانيل .com. سينو اليوم الفيديو يا اختي نتاع التحضيرات رمضان، ونفرحوا العائله ونفرح حتى انا يا اختي. كاين بزاف ديال الحاجات، علاش هضرت لكم على القفطان ديجا؟ غادي نحط لكم هنايا ولا هنايا، المهم هنا واقيله ولا هنا، شنو عندهم في القفطان عند شي ان، باسكو انا صدق سبق لي خديت منهم قفطان زوينين لرمضان اللي فات، الى عقلتو رمضان اللي فات ورمضان اللي قبله كنت خديت قفطان واعرين من شي ان. عندهم واحد الكاتيجوري تما ديال العرب، جلالب قفاطن بيان سور ماشي الخدمه بحال الخياط نيت، ولكن والله الاثمنه ديالهم مناسبه و فريمون عندهم قفاطن زوينين، غير هو التوب ديالهم مختلف على ديالنا وديكشي، ولكن قفيطنا ديالهم فني للدار. انا غادي نوري لكم هنايا واحد ليماج غادي تكونوا كتشوفوه، شوفوا عندهم الفاريتي كبيره. و بالمناسبه نتاع هذا الفيديو اللي هو كولابوراسيون مع شيئين سبونسوريزي بار دو لا بار دو شيئين، غادي نحط لكم هنا الكود برومو ديالي بيان سور اللي كيعطيكم 15% على كاع لي كوموند اللي غادي ديروا من هاد السيت اللي كاين في صندوق الوصف. ديك السيت اللي غادي تلقاو ليا ديالو دخلوا منه وشري اللي عجبك، سواء شري هادشي اللي خديت سواء شري اللي عجبك خور، وخا يا ربي تاخدي غير تقاشر والسليبات والسوستيامات وداكشي عندهم غزالين، المهم واخا تاخدي غير داكشي الزينه ديالي استعملي هاد الكود وخدي اللي عجبك غادي يعطيك 15%. عطيها لك برومو ها هو غادي تلقاه مكتوب هنا. واليوم غادي تلقاو عندي هنايا بزاف د الحاجات مشيت لكم دغيا زربانه. المهم كاين بزاف د الحاجات، فيهم الحاجات الدار، فيهم الحاجات رمضان يا اختي، فيهم شي حاجات اللي محتاجاهم للدار الجديده اللي خديت لماما، فيهم بزاف د الحاجات اللي غادي نفرحها مسكينه وحتى ليلي بيان سور. هاو البنات نبداو ولا ما نبداو؟ نبداو. يلا الزينات ديالي، اول حاجه غادي نبدا لكم بها هو اللون اللي انا لابسه، شدوني لنطيح. المهم هاد الكوفخي هذا غادي تكونوا عقلتوه كناخذو دابا وساعه، عرفتوا اش كيبان لكم مزيان ولا خاصني نكحزكم؟ هاد الكوفخي هذا كناخذهم دابا وساعه، خديتهم ليلي اللي هما هكذا طايرين، شفتوا معايا هاد المعلقات هادو البنات والفراشات وكلشي. المهم الفراشات راهم ناقصين، هانتوما ماشي ناقصين جاوني ناقصين، لا هادو ديالي كنت خديتهم المرات اللي فاتوا وشاركتهم معكم، شفتوا هاد اللوين هذا الذهبي والله ما كيتحرك. هانتوما الغزولات فن، كديريهم في الماكينه ديريهم في ما بغيتي، مي الا بغيتي تحتالي عليهم غسليهم بيديك سيمي. هنايا هاد الجهه عندهم مزوقه بالمغبغي دوغي، وهنايا سامبل من اللور سامبل. فوالا خديت الليلي هذا وخديت الوالده ديالي هذا اللي في الباكي، هذا سامبل في الدوغي سامبل. عندي هاد الباكيه هادي وما عرفتش نسرد لماما في الصراحه اولا نبدلها مع دياولي وانا ناخذ هذا، حيت هي بلوتو في الدار ان شاء الله مني تسالى الكوزينه وما نسباي ليكمش. دابا الكوزينه شفتو عاد باقي ندير لكم فيديوهات ان شاء الله مني تابعوا هاد الفيديو واقيله ونتبعوا لكم بالفيديوهات. كتسولوني بزاف على الاثمنه، كاينين الناس اللي راهم في الاشغال وفاهمكم البنات. المهم هذا بحال بحال بلا ما نجبد لكم كلشي، خاصني نجبد غير شي معلقه ولا شي هذا باش نوري لكم ها باش تعرفوا راه بحال بحال كيجي بيان اونبالي البنات، بيان اونبالي اي تو، وهذا راه بحال بحال مي في الكحل والاناقه، الاناقه ولا كلاس، شوفوا الاناقه ولا كلاس ما يمكنش، الكحل وفيه الخطوطه بالدوغي شتو كيحمق كيسطي.
الوغ فيه الخطوطه عفوا بالغوز جولد جاي معاه مي با بوسيبل. وكنقول واش نحط انا الراسي الكحل او لا ناخذ الراسي البيض ونعطي لماما الكحل، مي هي يمكن يجيها البيض حسن. المهم اون فيغا هادشي بيناتنا انا والوالده ونتفاهموا. ما خديت لها هذا باش نفرحها بهذا العيد ورمضان ان شاء الله في رمضان وفي العيد. وفوالا غزي ولاد ديالي، هذا فن الاثمنه مناسبه، الكيت كامل فيه شحال فيه ديجا، فيه 6 ديال المعالق، 6 ديال المعالق صغار و6 ديال الفراشات و6 ديال المواس، وكيجيو هنا في الوسط. خطير هاد السيرفيس، خطير خطير خطير. ناقص 15% مع الكود ديالي، ما تنساوش تهبطوا. بالنسبه الى بغيتوا تقلبوا على هادو بالضبط، غتلقاو ليا ديالهم كاملين تلقاوهم في صندوق الواس، يعني ما عندكم لا ديروها ولا ها ديريكتومون في صندوق الواس. ثاني حاجه خديتها البنات هي واحد الحاجه كادو لخويا غيفرح بها بزاف صراحه، خديت له جوج. ولكن هاد الحاجه اللي سوبر 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 غاليه بزاف 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 من شيئين، غاليه يعني بزاف، يعني لدرجه انكم غادي تصدموا. ولكن الكاليتي ديالها ولا مارك اللي تانسبيغاو عليها راه غاليه كتر عاد من الغولكس، يعني انتظروا مني دابا راه سبايليت لكم باللي راها ساعه، ولكن راه ديجا في شيئين دايره شي 300 وشي حاجه د الاورو، وعافاكم راه كانت ما بقاش فيها بزاف د لي بياس، الوغ جو سي با واش تلحقوا عليها او لا تالات. واعره والصراحه مني شتها قلت هذه غادي تكون لخويا واعره ان شاء الله يلبسها، ويعني بحال داك التعب كامل اللي ضرب معاه في الدار مسكين بعدا جزاء كي كنقولوا، واخا هو الصراحه ما نقدرش ندير له. انا بروبوزيتها على مراد، مي مراد يبورت با بوكو لي مونتر، عنده ديجا ديال لي ماركو هذا ما كيديرهمش بزاف. شوفوا البنات ديجا كتجي كرتونه في وسط كرتونه، هذه جات مازال في واحد الكرتونه اخرى، لا هذه جات في هذه الكرتونه وبيان اومبالي ياك. وعندك الساك ديالك اللي بغيتي تعطيه كادو، يعني هاد الساك هذا بغيتي ديريها فيها كادو. صراحه الناس اللي عندهم هيدا شويه ديال لي مويان اللي باغيين ياخذوها راسي ان تري 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 بون كادو، يعني علاش الا كان عندك شي راجل خدام كادغ ولا عنده شي بوست زوينه، ولا بلا ما يكون عنده بوست زوينه عنده الفلوس ولا عنده شي مكازا ولا عنده شي حاجه في التجاره يا اختي، وكيعجبلو يضرب الحطه ويعمل ديك الساعات زوينين، كيعجبلو يبان عنده شي حاجه زويونه، هادي يا اختي ديالو ديالو. المهم لا مارك ديالها ديجا هالا ولا مالا اتو هالا هاولا هاولا جو بونس الا جيت نقراها مزيان هاولا. المهم شوفوا معايا توربيلون هاولا توربيلون، كرتونه الاوليه حليناها تاك، نجبدو الكرتونه الثانيه اولا البواطا بلوتو. اش من كرتونه قولي لي انتي باقي عروبيه، اش من كرتونه كاين الدفتر ديالها عفاكي بكاع لي ديتاي كيفاش تخدمات والفعاليه ديالها واي حاجه باش تخدمت، يعني ماشي جاو غلاوها اي حاجه باش تخدمات، شي حاجه امبو ان تري 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 بون كادو. ها هي كلشي كلشي كلشي. وعندك يا لالا المشوار ديالها بحال هكذايا شفتو، والبواطه كتحمق من هنا فين كتحطيها. ونجي ونحلو الكوفر دو تريزور. نكحز اختي هادشي خاصو الكحز، هادشي خاصو الكحيز راه ما يمكنش، هادشي خاصو الكحيز والكلوس. عرفتو دابا نطرطق الاخر الطبله. شوفوا البنات ها هي كي كتكتب الماركه ديالهم غونسينيفو، شوفوا معايا طان الكوفر التريزور والله الا غاليه، ولكن البنات راه فنة. شوفوا معايا البواطه، انا وعشقت السوايع. البنات اللي كيعجب لهم اللوكس وديك الشيء نتاع الغوليكس وهذا 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 راه غادي يعرفوا هذه الماركه هي من الشوفه، ولكن بيان سور كو ماشي هذيك ديال اللوكس، هذه انسبيراسيون منها. كتشوفوا شنو فيها داخل ولا هي انا اللي كنشوف؟ ديجا نهضروا على البغاسلي، البغاسلي كيجيب لي ربي ريغلابل الله اعلم نتاع السيليكون، اختارته في الكحل على وديت خويا هنا. لا صراحه ما كانش اختيار واقيلا كتباع هكذا، شفتوا معايا هنا ما نحيدلاش لومبالاج البنات حيت غادي نصيفطها كادو. ها نتوما كتشوفي الموتور كيتحرك من التحت، مني كنحرك بحال هكذا شفتوه شفتو، شوفوا الديتاي لي زوغلوج او ماي جاد. عرفتي هذه الحطه ديال الرجال كي غادي تجيهم لاني وشحال ثقيله
شوفي معايا شوف. واي 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 كي غادي تجي رامي مكانش تبارك الله ما شاء الله تستاهل ديك 300 وشي حاجه الاورو ما نكذبش عليكم فيها. ها نتوما الغزولات ردوها هنايا الاخ العزيز وتستاهل اخويا راك تشوف الفيديوهات صحتك وراحتك غتكون اكبر بوغوس. ها انت شفتي صحه والراحه. ها انت يا اخويا ها انت انتوما شفتو واعر مني كيكون عندكم شي خوكم يدو سخيه كي كنقولوا 300 الاورو الله ودوزها لشي بلاصه الله وتعطيها لشي حد حتى نخرج لك من هنا. مني كتكون عندكم ماماكم كدفع وصاف وخوكم كيدفع وصاف ضروري اختي ايوا عافاكم الساعه راه كتمشي معها النيميرو دو سيغيت فواحد لاكارت بحال ديال البونكير اقسم بالله عندها النيميرو دو سيغيت ديالها هنا لتحت ولا مارك شتو اصحاب لكم اللعب ولا شنو لا لا والله الا واعره الصراحه واعره خاصني نخلي له كلشي هنايا في البواطه باش ما نتلف له والو ورد كلشي كما كان صراحه هذه على حساب لي ما نقدرش نقول لكم خذوها راه واعره وديك شيء هي واعره من ناحيه واعره كتحمق كتسطي يا غيانا دير يعني راه نتوما كتشوفوا عندكم عوينات ماشي انا اللي غنقول لكم راه واعره راه خذيها ما تندميش ولا نو من ناحيه واعره انا ما كرهتهاش يديروا هاد لي فام باش نقدر ناخذها فهمتوا ولكن المشكله اللي تما السوسي هو الثمن البنات اللي ما عندهمش مشكل في الثمن وكتقلبوا عندكم راجلكم ولا خطيبكم ولا صاحبكم ولا ما عرفت انا ولا خوكم ولا صديقكم ولا باباكم عنده الشوق ديال الساعات كيحمق على الساعات ويبغي شي ساعه ديال الكاليتي ولكن ما يقدرش يخلص مثلا 160 مليون في هذه في الحقيقيه يعني ما عرفتش شحال كيسواو راه كيسواو هاد الثمن في الحقيقيه الوغ ما قادرش يدير هاد الحاجه هادي شنو غادي ديري انا ننصحك انك تشري له هادي فريمون الا كان عندك واحد البودجي اللي باغا ديريه يعني فريمون ننصحك 100% 1000% جو سي با كومبيان بورسون خدي هاد ما غاديش تندم تانتارا هادي خديتها الوالده ديالي ومني شافها مراد قال لي زعما انت راه المقالي ديالك راهم منظمين والله لقيت عنده الحق مي عرفتو غادي ننظم خديت هاد المنظم هذا كاين شي سيليكون غنصايبهم لها باسكو هي ما غاديش تعرف تصايبهم شوفوا البنات هادشي فشي ان ثمن مناسبه ملي كنوري لكم هادشي راه انا ساكنه في فرنسا البنات اللي ما عارفينش اللي معنا جداد هنا كيسولوني فين كاينه كاينه في فرنسا البنات عندنا اكسيون عندنا بزاف ديال التخربيقات اخرين لا هاد السيليكونات وقيله داروهم له يبقاو فيه ولا لا المهم انا نديرهم وبقاو فيه بقاو فيه قلت لكم الزينات انا ساكنه في فرنسا نورمالمون كاين اكسيو كاين ستوكوماني كاين ديك التخربيقات كاملين اللي كينقصوا شويه في الثمن مي ما كتلقايش من غير ايكيا ما كتلقايش هاد المنظمات بزاف وحتى الا جابوهم كيطيروا هاد المنظم هذا اللي كتشوفوا عندي هنا هذا كينظم لك المقالي ولا الغطايات ولا الكاسرولات ولا المهم داك الشيء كامل اللي كيمشي هكذا طاك طاك الصراحه عندهم بزاف وتقدري ميم تنظمي فيه حتى الطباسل سيرفيس باغ سيرفيسيه بصح ما عندوش هذيك الحفرات هنا ديال الطباس اللي كيخليهم واقفين ولكن تقدري ديري السيرفيس ديال ستانه والسيرفيس ديال ستانه والسيرفيس ديال ستانه تقدري تنظمي كما بغيتي والثمن كان مناسب جدا الو خديتو باش نعطيه للماما ديرو فشي بلاكار ودير فيه المقالي طبيبهم هنا بثلاثه وقضت حاجه ولي بواني ديالو بالعود حمقوني مي انا الا خاصني نعاود نكوموندي منهم نكوموندي بزاف باش ندير ديك التيغواغ اللي لتحت نديرو كامل هكذا يصلحني مخير شوفوا معايا كيسردوا لك في الكرتونه ديالو بيان هكذايا في الكرتونه ما وقع له والو بيان اونبالي ترونكيل والله الا كيجيك مخيل المهم هذا تلقاو ليا ديالو في صندوق الوصف واستعملوا عليه الكود برومو ديالي ديال 15% غادي يتقام لك كي والو غادي يكون رخيص بزاف بزاف غادي نحط هنا وصافي طن طن شنو خديت مازال خديت الرينغ لايت ولكن راني حاطاها لهيه ماشي الرينغ لايت مي خديت هذا باش في لي لايف المهم راني ها كنطيح هذا غزال لاطي ديالو قد هكذا قد هاد البواطه لاطي ديالو قد هاد البواطه شويه رقيق منها شويه رقيق منها وكيجي غير الراس ماشي معاه العود لا العود انت كيكون عندك وكديري فيه انا كان عندي واحد نتاع الرينغ لايت ولصقتو فيه صراحه الاضاءه ديالو زوينه بحال الرينغ لايت الكبيره وهو الحجم ديالو صغير كيتجمع دغيا خفيف نورمالمون قالو هنايا تقدري تبدلي فيه اللوان انا كندير فيه الابيض سي بون ما جربتش اللوينات مي سينو كيجي بحال هكذا كتصوري معاه وديك الشيء كامل صراحه عندهم هادشي مناسب في الاثمنه وديك الشيء عرفتوا ديك الشيء درينغ لايت وهذا شي ان شي ان شي ان بصحكم اها عندنا هنا شي حاجه
هاد الشيء سوالي لي سوال ماما هم الا كتعجب لكم هاد المخده اللي مورايا بزاف كتعجبكم بزاف هادي مديوره بلا سوا بالحرير والحرير حره هادي ديالهم وخديتها من شيئين الغلاف وصافي المخده الداخل ديالي الغلاف ديال شيئين وخديت منهم عاد واحد جوج نتاع لاسوا وعرفتوا لاسوا راه فنه للشعر والبشره ويلا خديتو منهم الخده ديال النعاس رخاص 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 ما يمكنش هنا خديت شي حاجه اللي ما عرفتهاش شنو هي غادي نخلي لكم التصويره هنا الا عرفتاش سي كوا لاكويت جو بونس خديت منهم لاكويت تصوروا عندهم لاكويت رخيصه هاتو جو فيغ سي 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 لاكويت لاكويت البنات لاكويت في البيض رخيصه بزاف وعجبتني بزاف وقلت هذه للصيف تكون ايديال باش ندير فيها لي دغ ديالي غزاله حيت خفيفه بلا ما نجبدها ونترون هنا ما الغزولات كيجيك بيان اونبالي وملي كتجمعيها تقدري تطويها بهذه الطريقه وترديها في الميكا ديالها فنه المهم هذه ما عرفتش نشوف العبار ديالها نتاكد من العبار ديالها واش خديت العبار ديالي ولا خديتها للوالده ديالي المهم هادشي كامل عندهم لي كادو هنايا الخويا ماما ايوا حنا جينا ما تقولوا ما جينا نينا عندهم شيئين هاد لا مارك مود تي اف المهم ام او تي اف موتف انا ما عندهاش الحل ما عندهاش الحل موف او لا موتف سواء برونونسي ديك لو تي سواء ما برونونسيش ها موتف ولا موف المهم ما عرفتش كي كتنطق ناتوغالي شيك هادو كيعملوا لك لالين كيعملوا لك لاسوا كيعملوا لك فيه هذاك الشيء شيك وزوين وهاد لي تاي دو غايي هادو عرفتي رخاصين بزاف وي لي سي با ان تاي دو غايي هادي عرفتي سي كوا ولا 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 قعدي غادي تلقاوني ترو اكسيتي مي البنات راه ما يمكن شوفوا لومبالاج ديجا واش كنهضروا هنا على ميكل كورس ولا على شي ان دابا يفهموني راه ما يمكنش راه هادشي لا بوتي شوفوا ريغاردي موا سو جولي شابو اون سوان البنات غادي تضحكوا عليا تقولوا ديك لي بوبين تاع شحال هادي زمان عرفتوا هاد الشابو ماشي ديال زل الخروج هتشوفوني درتو يسحب لكم هذاك ديال لي باريزيان ايميلي ام باريس هاي لا حبيبه ديالي هاد الشابو هذا هو نهار اللي غادي ديري ان بون سوا تي شوفو نهار اللي غادي تبغي تنعسي وشعرك يتشبع الحرير ويخرج لك هيدا مسرسب مسرسب دابا هذا ما مسرسبش ولكن مسرسب مسرسب فهمتوا عليا ديري الشابو ديالك ونعسي يا اختي صايبي الضفيره ولا صايبي اللي بغيتي تصايبي ديري الشابو ديالك ونعسي نهار اللي غادي ديري له ان ماسك ديري الشابو ديالك ومن بعد حكي هذا الماسك باش ما يلصقش في الطوابع عرفتي لا سواش كترد لك في الشعر ولا راه الروح عرفتي لو كان نعسو على لا سوا وهذا النوضو ما فينا حتى نقطه ديال الحروجيه مانيفيك وي لي تي با شير ميم با 17 اورو جو بونس بور لا سوا كنهضروا على لا سوا الا مشيتي على طريف ديال لا سوا اي شوشو نتاع الشعر غادي تاخدي فاور الوغ شي ان فونسي ما حد كان بروفيتي وعندهم تمايا هادشي ديال لاسوا ايتو بروفيتي والله ما صحاب لي هو اللي كاين هنا شابو انا صحاب لي سيطات لي دو كوسا حيت اختاريت هاد ما كايناش يعني ما كاينش جوج كنت اختاريت من هادي جوج اتوندي نحل بحال السوفاجيو صافي دابا خاصني نكمل حيت خاصني نلحق على ولدي تمشي معاه لابيسين ديال القرايه ديالو ها انتم الغزولات ما نعاود لكم شوفوا معايا هذا شوفوا معايا سي شلانج مصدعكم هذا نفس الماركه من نفس تاع شيئين نفس لومبالاج اللي مانيفيك هذا سيدي تاي دو غايي تاي دو غايي هو هاد المخده هادو الناموسيه ويلي ويلي عندك العبار تما على حساب العبار ديالك عندك الكاغي غادي تاخدي الكاغي عندك هيدا المستطيل بحالي تاخدي المستطيل خديت منه نورمالمون جوج على الله تكون هنا وحده اخرى واعر واعر غادي نبقى نعس ديما عليه حيت كان عندي واحد غيان افواغ والكاليتي الكاليتي انا ديجا مجرباهم نتاع لاسوا الكاليتي شوفوا معايا هي هادي شحال نتوما كتشوفوها هنا واعر لاسوا ديالهم فنا ودابا راه بغيت لا دوزيام باش ندير وحده ليلي وحده لمراد وانا ديما عندي لي كوسا هكذا في البيض الوغ سي بور سا جي ات نعس وندير وجهي على هادي ويلي 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 البشره ديالي غادي تولي العمر راه كاع اللي عندها مشاكل في البشره والشعر وديكشي كامل ديري هاد لاستوس وردي عليا الخبر بقيت تستعملي غير لاسوا سينو شنو بغيت نوريكم هاد لا مونتر اللي خديتها لخويا خديتها له هادي مونتر كونيكتي حيت مراد كان كيفكر يشري له بحال هذيك اللي شرا لي ديال ابل ولكن منير ما عندوش تليفون ديال ايفون عنده سامسونج وقلت له لمراد صبروا نشوفوا يعني بلا ما يعطي 700 الاورو ولا وقلت هادي عند شي ان ديري لها 100 الاورو 100 هكذاك 100-120 اورو ولا المهم ما عرفتش شحال دابا تكون كدير شوفوا معايا الشارجور ديالها والكاليتي ديالها خطيره خديتها له حتى هو في الكحل كاينه في اللوان
عند اللون خديت له السيليكون ديالها في الكحل مي راكم عارفين. ها هي شوفوا معايا كي دايره، شتو كتحيدي لها هذا. دابا انا نخليها له ليلو هو اللي غيحيد مي نوريكم وصافي. ها هي سي مونتر كونيكتي ديجا الومي، شتي والله الا ديجا الومي. اصبري ندير لها هكذا، ها انتم ها هي ديجا شاعله شتو تبارك الله. الساعه كتسطي ديجا كونيكتي، وخاصو يدير لها بلوتوث يعملها مع التليفون ديالو. وهو مع دري خديت له الكحل، خديت له الكحل غادي تجي ساعه فنه في يدو وغادي يحمق عليها فهمتي. يكونيكتيها مع التليفون ديالو، بغا يريبوندي على لي زابيل يريبوندي من التليفون ديالو، الله من الساعه ديالو. راه نفس الخاصيات اللي كاينه عند ابل ديالي كاينه في هادي. تشوفوا كونساي صراحه تاخذوهم دو ثمن، دابا موجودين بحال هكذا عند شيئين 100 الاورو ولا من با يمكن 90 ولا 100 الاورو. الوغ نيزيتي با مع الكود برومو ديالي غادي ينقص لكم. البنات اللي بغاو هاد السويعات صراحه واعرين، كاين لوينات البنات. المهم باش ما نطولش الهضره كنهضر بزاف، سينا شنو عندي هنا. بيان سور راكم عارفين ملي كنجيب لكم هاد الباطه كبيره من هذيك لاباك ديال الكاليتي ديال شيئين. ساس خوات غوت افي سا سخا ان مونطون تاع الكشمير عافاك، والكشمير شدو المونطويات اللي هبلتو عليهم مشاو طارو طارو طارو. هما كيغليوهم شويه ما نكذبش عليكم، كيغليوهم شويه ولكن راه الكاليتي هادشي كامل اللي كتلقايه غالي كيكون عندو الكاليتي والغلاف وديكشي كامل. شو شي اينا راه كاع مبقاش بحال شي اين شحال هادي. هاد الخطره تجي كخاكي على هاد اللون، شتو بناني ولا ما عرفتش شنو هاد اللون، ما هو بيج ما هو كريم ولكن الي بارفي. هذا ديال الكشمير البنات الصراحه غادي يكون سخون سخون سخون. نلبسو لكم هكذا ولكن ما يعطيكمش شي ريزولتا ما عرفتش. عندهم هنا التيكين تاع موف، هنايا هذوك موت ولا موف. المهم دابا ما غاديش يعطيكم شي ريزولتا بلا ما نلبسو لكم نحرق لكم هذا ديالو. المهم ديجا كبير عليا شويه، دابا ضعافات راه كبير عليا شويه. كديري له القفل ديالو هنايا، من بعد هذا ماشي مشكل نقولوا غندير له ديك الساعه الصمطه هنايا. عندو الصمطه راه هي عنده فين درتها، راه هنا كديري له الصمطه ديالو. صراحه اللون ديالو كيحمق كيجي مع البشره، وانا كيجي معايا هذا اللون وراكم عارفيني كنموت على هذا اللون. تقولوا لي عندك دي ميلي، عندي واخا يا ربي ما نعرف شحال، سبحان الله كيعجبني ولو يكون هي فرق صغير ما بين اللون اللي عندي واللون هذا كيعجبني. هذا ديال الكشمير البنات نقول لكم دابا شحال فيه من بورسونتاج ديال الكشمير، وطويل شتو راه فايت الركبه طويله البنات غزال. سمحوا لي هاد المره ما درت لكمش التقياس ولكن حيت ما عنديش بزاف د الحوايج ديال اللبس على داكشي. فن 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 البنات غزال، الكاليتي ديالو فنه، لي فورم ديالو ما كيغلطكش وسخون وما راكيش خاديه بزاف د لي كوش يعني بحال لي دودون وديك التخربيقات، الا خفيف راه بحال هذاك الماغو اللي عندي وديك البيج اللي درت حتى في المغرب. تصوري ما خديتش معايا هذاك هذوك اللي عندي اخرين ديال لي مارك وديال هذا، وخديت هادو حيت عرفتي مني كتلبسي الحاجه تما فين كتعرفي واش كاليتي، واش كتشد عليك البرد واش لا واش هادي فهمتو. كاليتي ديالها فنه، اون بلوس هذا ديال هاد الخطره لي لا بروميير فوا في ديك لي مونطو اللي عندي فيهم لا لين حتى هي كصوفا كتسخن. مي هذا سي لا بروميير فوا الكشمير. عندك هنا القفل ديالك الا طيحتي شي واحد، هذا يا لالا نقول لك دابا شحال فيه ديال الكشمير. هذا فيه 50% ديال الكشمير عافاك و 50% الاخرى ديال البوليستر. عرفتي شنو هي 50% ديال الكشمير؟ عرفتي شحال خاصها تكون كتسوى؟ ما يمكنش. هو الثمن ديالو طالع شويه، نقول لك يقدر يكون وصل ل 100 الاورو ولا 100 وشي حاجه، ولكن راه الكشمير على مكندوي البنات د اوروبا سورتو البنات في المغرب نقدر نتفهم. عندكم لي مونطو هكذا يا رخاصين، يعني تقدري كاع المونطو تشريه الا ما مشيتيش لزارا تشريه غير ب 400 درهم ولا يعني كل واحد على حساب الصرف اللي عنده. ولكن البنات اللي كيمشيو لزارا عاوتاني في المغرب راه كيأغناكيوكم زارا د المغرب، وراه غاليه بزاف في المغرب اختي. راه هنا رخاص شويه على داكشي، واخا ما رخاش رخاص مي باغابوغ زارا في المغرب راه غاليه بزاف في المغرب. الحاجه اللي كدير هنا 60 اورو نتوما كدير عندكم تما 1000 درهم، يعني الحاجه اللي كدير عندنا 600 درهم نتوما كدير عندكم 1000 درهم. صراحه كيغليوها في المغرب زارا بزاف بزاف بزاف، ما نكذبوش على الله كيغليوها بزاف. المهم الغزيولات ما نطولوش الهضره، هذا المونطو خطير. ايوا يا لالا من بعد ما خلصت 600 درهم في المغرب في الغوتو حيت خديت قفيط ناطي، ومن بعد ما خلصت 60 اورو هنايا في لالي حيت خديت الفوطات ديال الدار. ايوا اش غنقول لك اختي، ديسيديت ناخذ واحد الكارطابل اللي كنت ديسيديت ناخذه قبل وباش ناخذه معايا،
ولكن فوكو ما كانش عندي الوقت مع الخدمه مع هذا انني نكومونديه صافي صافي ما خديتوش وخليته حتى درت الكوموند وعاد وصل واحد الكارطابل من احسن كارطابل. شوفوا غير باش تعرفوا بلي فيه الفيرسيون تاع فام او ام، هذا فيرسيون فام وكاين الفيرسيون تاع ام فيه شي حاجه مدلين. شوفوا معايا هذا الكارطابل البنات، كارطابل دو فواياج اولا تاع شي بيكنيك اللي غيبقى لك شي 3 ايام. الا جرات عليك ماك من الدار ولا باك جرى عليك من الدار وبغيتي تمشي عند صاحبتك، ها شنو ديري؟ غادي تحلي هادو هاولا جرى عليك راجلك ومشيتي عند امك واحد اليومين ما بغيتيش تاخدي معاك كلشي حوايجك، ها باش ديري الصباط رجعي للدار وتما يقول لك واسمحي لي يا حبيبه ما كنتش قاصد وانت درتي هاد بصح دو 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 داكوغ. الوغ الا ما بغيتيش تعيقي وتاخدي فاليزه خاصك تجمعي كاع حوايجك، الوغ خدي غير هاد اختي ما قال لك حد خدي جا ويلا غادي نقتلكم بالضحك في هاد الفيديو ناري طاوله بلا بلا. شوفوا الساك كيسطي يستاهل ثمنه، وقيلا كندير شي 40 لا لا ميم با. المهم شوفوا الاثمنه راه كتبدل على حسب المغرب على حسب هنا اوروبا على حسب امريكا على حسب منين كتبعوني مني كتحلوا ليا ديال شي ام كيعطيكم على حسب نتوما فين راكم. ها نتوما الغزيولات فيه الصف الاول غادي تحطي يا اختي هنايا الشارجورات ديالك التليفونات ديالك هنا ما نعرف شنو تحطي حطي بي سي ديالك تو سكو تو. شنو نقول لكم كود كير حيت غادي يسربيني بزاف بلا ما نساو هنا تقدري تحطي هنايا لي بي ديالك. شوف راه داروا لك الميكا داروا لك هنا بالنسبه للساندويتشات ها شفتي باش يبقاو باردين ويبقاو زوينين داروا لك هنا الميكا مي انا نقدر ما نستعملش فيه الساندويتشات الوغ اولا تحطي شي كانيت هنايا بارده وتبقى بارده مي انا نقدر نحط فيه الوريقه ديال الطياره الباسبور وديك الشيء والبي يعني ساهل اولا اولا الا كان هذا كبير هنا فين يمشيو الباسبورات لا هذا صغير شويه يمشي لك هنا بسيتام ولا شي حاجه هكذا غوجا ليف. ها شوفوا هاد الباسه هادي على مكان لعبوا علاش قلت لكم لو كان كاع ما خلصتش لو كان خديت حويجاتي هنا حيت فاليزه يا اختي فاليزه وكتحب ساكادو فهمتوني على الاعصاب على القيس ديال 120 اورو والله العظيم اللي ضيعتيه فلا لي غوتو. ها انت يا اختي فاليزه ديري هنا شي حويجه ولا عاوتاني ماشي فاليزه وتعمري الحويجات ديالك ها انت ها كترجع فاليزه وكتجي كتكبر وهنا عندك عاوتاني فين ديري بحال الفاليزه لو كوتي فيرمي ولو كوتي بهاد السنيسلات هادو هاد اللعيبه هادي واش كتشارجي هنا يا ربي حلفي واش كيشارجي لا لا عاوتاني ما نكونش مكلخه. شوفوا هاد العلامه هادي وهنا وانبود بلاستيك ما عرفتوش شنو واحد نوريه المراد اولا حتى نشوف السيت شنو هو حيت انا هي شفتو جي كراكي قلت قبل ما يتسالى ناخذ. شوفوا راه فيه جهه اخرى ها انتي فيه جهه هادي الوسطانيه اه هادي في هاد الجهه الوسطانيه مني كتعمري بالحوايج كتحليها باش كتجي لك هاد المساحه هادي شتيها هاد المساحه كتزاد شفتو دابا انا نجمعها مي مني غادي ديري حويجاتك راه كتزاد. وعندك هاد البلاصه اللي حدا الظهر ها انتي عندك هاد البلاصه اللي حدا الظهر حتى هي عندك ما ديري فيها عنده هنايا السطاج وعندك هنا هيدا واي 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 وشحال زوين. شوفوا مطلاسي هنايا عرفتي راه الظهر ديالك كتكوني فيه مانيفيك وما كيعيكش واو واو. هاد السكادو البنات ضروري اللي ديالو سيري خذوا هذا هذا يا ربي واخا يعمل لكم 50 اورو سيري خذيها راه ان فاليز بورطابل هذا اللي مانيفيك اللي مانيفيك البنات شحال ما دار خذيها اختي غينفعك شوفي من اللور كي داير او بيان سيغ باش ما يبقاش معيك كديري الماليطا ديالك من هنا باش يبقى هكذا هذا اللي كيقولوا السكادو ولا نوضي نوضي تلعبي. ودابا دخلوا تشوفوا ماما من غادي تفرح كثر غنقول لكم علاش البنات راه سفرينا يا اختي راه الاثمنه في المغرب راه ما يمكنش راه قلتها لكم غير جيت قلت لكم تهلاو في عائلاتكم اللي عندها شي وحده شي قريب في البلاد تهلا فيه صيفط له باسكو شحال ما صيفطتي لهم البنات راه والو دايوغ الا بغيتو تستعملوا الكود ديالي ديال ساند ويف راه هو حنان كتبي غير حنان في الكود في اول اونفوا ديالك ساند ويف كتبي حنان عندك 10 اورو باطل فتزيديها على الفلوس اللي غتصيفطي والامان والضمان. شوفوا الغزيولات راه ما يمكنش عرفتي الاثمنه كي دايرين في المغرب انا نقول لكم غادي تلاحظوا باللي في الـ في الـ في الكوزينه باقي ما خديناش الروبيني نتاع الكوزينه وقلبت قلبت قلبت الوغ شنو قلت قلت غادي ناخذ دو فاريتي نتاع نتاع الروبيني ديال الكوزينه من شي ان نجربهم ناري مني شفتهم راه اقسم لك يمين الله الى نفس الكاليتي نتاع هذوك اللي كيديروا 120 اورو 120 اورو في المغرب اللي هي 1200 درهم ولا 1300 درهم اللي كيديروا لهم في المغرب وهذا اللي غادي نوري لكم احسن منهم تصوروا معايا الا احسن منهم
اقسم بالله الا الغلا ما عرفتش انا في المغرب كامل، ولكن الحسيمه عندنا الغلا ما نكذبش عليكم، باسكو ديجا حنايا ما عندنا والو في الحسيمه، يعني كلشي كيجي من الدار البيضاء، كيجي من الدار البيضاء من داخل المهم كيجي، استاذ كيزيدوا عاد مازال الثمن. روبيني الاولية سا بريزونت كوم سيسي، كيجيك في الكرتون مع توت لي بياس ديالو، كيجيك بيان اومبالي هكذا شفتو، وعندهم هادشي نتاع الاينوكس ولا لاسيي، المهم راه مكتوب فيه في لا ديسكريبسيون فهمتو، يعني ما كيضيعوا ما والو. شوفوا معايا الروبينيه كي دايره، هانتي هانتي اختي، شوفي تبارك الله، هذه كتمشي هنا عندها الرشاش الا بغيتي ترشي، والا بغيتي تكبي الماء نورمال من التحت هنايا شفتو. هذا انايا في الكوزينه باغا نعمل الاينوكس في الاينوكس غري في الروبيني، ولكن جو مو سويدي في حاله مول الكوزينه ما لقاليش ديك المغب اللي بغيت الوغ، ويلا جابوه راه غيمشي لي مع الاينوكس مع اللافابو. ها نتوما الغزيوله تشوفوا معايا كي داير تاك تاك تاك، هذه الروبينيه الاولى باش ما نكثرش معاكم بلا بلا، ولي بياس ديالها كاملين هنايا، ها لي بياس كاملين هنا فوالا، كتجي مجموعه وغزاله، هذه تفرح لها ماما بزاف باسكو فريمون وني تي جوغ واو، واش روبيني ب 1500 درهم ويلي، واش روبيني ب 1300 درهم راه ما يمكنش، سي ترو سي ترو. دابا شي واحد بوبري مسكين كي غيدير لها ديجا مع لي طخافو مع هادي ومع هادي، وبنادم راه ما تقدريش راه سي با بوسيبل غالي داكشي بزاف. ايوا وصافي يا البنات اش غادي نقول لكم، وقلت لها صباري راه كنت كومونديت واحد جويجات الا تصيفطو الا بقاو لهم، حيت دابا وساعه كنت كنكومونديهم لو كان ديتهم معايا كون كنوصلوني، دابا ساعه كنت كنكومونديهم كيمشيو طايرين، شي ايم حاجه خياليه، شي كاليتي ما يمكنش، الوغ غير فونسي وخذوه، حيت في المغرب غادي يدير ما نعرف شحال، وبالنسبه للناس اوروبا راه والله العظيم ما غاديش تلقاو ميو، عندهم هادشي زوين، وحتى هذا عنده من هنا الرشاش ومن هنا عادي كتوركي وكتوقفي، هذا نتاع الاينوكس كي قلت لكم غزال غزال غزال، هادتي هو اللي كيمشي في الارض، فهمتوا؟ ونتي كيعمل لك ملي كيابليكيه، غوكاتيري. كوي لي زابلي كون فات من بعد انت كتجبدي وكتغسلي لافابو ديالك كوم سا تي فا سي لي روبيني هكذا. حتى انا واقيلا خاصني نبدل شي واحد ليه والله العظيم غير العكز. ها نتوما شوفوا ها مانيفيك مانيفيك مانيفيك، شفتو كيجيو معاه هذيك المسائل ديالو ديال القادوس توتو، انا ما كنفهمش في هادشي، المهم هادشي نخليه لخويا هو اللي كيعرف لهادشي. مي هذا ديال الاينوكس كيف قلت لكم نفس هذا نفس الموديل مي ديال الاينوكس باسكو خديت لي دو تشوف جوغ هكذا هكذا، وعندك هنايا كيفاش ديري تخدميه فوالا. المهم جوغ الا ما صلحليش هذا يصلح لي هذا، مي انا جو سوي بلوتو بوغ هذا، هذا نتاع الاينوكس هو اللي خاصني فهمتو. هذا اسي انوكسيدابل مكتوبه فيه بالعريض الاخضر، اسي انوكسيدابل هي هاد ستانلي ستيل ستانلي ستيل. اوكي الوغ شنو بقى لنا هنايا، الكرتونه الاوليه سالات، نجيبو الكرتونه الثانيه. قولي لي علاش كاين جوج اختي، كاين جوج اختي. هاتوما هاتو بحز بحز بحز، دايره لي كولو خاصني نلبس باش نطير عند ولدي، درت لكم حتى هاد القفطان زعما كبرت بيكم حبيباتي. كاين هاد الرجيله هادي، هاد الرجيله هادي اللي خديتها باش نصور بها بالكاميرا ولا بهذا، كيصيفطوا معاها هادي، هادي كدير لك الفلاش كدير لك الرينغ لايت صغيوره، زعما الا كنتي كتمشي بالحجر الا كنتي غادي تصوري بالكاميرا ديالك كتحطي هادي تما اون فيت، واحد الرينغ لايت نتاع بورطابل كي غنقولوا حنا، نقدر نستعملها غير مع شي حاجه صغيوره هكذا، اولا ناخذها هكذا وفي نفس الوقت عندي تليفوني الا كانت فشي بلاصه ظلام، وعجبني بزاف. وهاد تريبي هذا اللي استعملته ديجا خفيف زويون صراحه واعر، ما بقيتش عاقله شحال باش خديتها عندهم، ولكن زوينين هاد اللعبات لينا حنايا هيدا اللي كنصوروا، ودابا الاغلبيه كيصوروا سواء انستغرام سواء تيك توك سواء هذا، يعني كينفع وصراحه ما عندهمش غالي وزوين. حاجه اخرى ثانيه اللي خديتها لخويا ماشي ماما، حيت ماما ما عندهاش معاها هذا الشيء ديال لي زاباغايتو، خديت له هذه اللي غادي يبرد فيها اللي غيسخن فيها عديماتو فليفر، صراحه واعره. عاد خاصني ناخذ وحده ليليم، يا انا المشكل عندنا الشوفاج هنا، مي غادي ناخذها ونقنع ماما تستعملها، حيت ماما هي اللي ما كتحملش ديك الشيء الكتريكيتو، مي راه واعره من هاد لامارك هادي جومو جمو ولا ما عرفتش، المهم ديالهم ديال شي ان. شوفوا معايا راه والله ما حليتها البنات، ما بغيتش نحلها حيت خاصني نصيفطها لهم ونصيفطها لهم مجموعه. شنو هذا؟ هذا بليد ياك بليد، ها انت شوفي الكاليتي ديالو بليد، ولكن تقولي عليه كويت شفتي، ها انت يا اختي شفتي كي داير البليد، داير بحال الكويت اون فيت، كتحطيه فوق الناموسيه ديالك
كتحطي فوق الناموسيه نشوف واش كاينه شي تصويره. كتحطي فوق الناموسيه عنده تيليكوموند كيف شفتوا البنات. هاد المالطا عنده واحد الكاب اللي كتدخلي في هاد التيليكوموند هذا، كتدخلي في هاد التيليكوموند هذايا اللي كيبان لك هنا وكتشعليه وكتسخن. الناس اللي كتموت بالبرد في الدار راه فغيمو الثمن ديالو رخيص وغزال البنات. عرفتي اخترت هاد اللون البيج هذا تقريبا نفس اللون ديال الناموسيات، فغيمو غزاله غزاله هاد لا تكنيك هادي. حتى الناس اللي عايشين هنا في اوروبا وما كيستعملوش الشوفاج ديروها ما غاديش تندموا. سينو اون اكوا ايسي بيان سور لا مارك موت حتى هي او لا موف. هي ديك لا مارك اللي كتكون دلالين ولا كشمير الوغ سا جو سي با. غادي نقول لكم من الاول 100% كشمير 100% كشمير. عافاك شوفي معايا هاد لو بول، بول سامبل 100% كشمير. الثمن ديالو كان مناسب جدا بالنسبه للكشمير كيف قلت لكم. بيان سور هاد النوع ديال الحوايج نتاع كشمير وهذا كيكونوا شويه طالعين في الثمن، ولكن الثمن ديالو مناسب بارابور لشي حاجه ديال الكشمير. ما كتدخلش عليك تحس البرد، كتباني ما لابسه والو انت لابسه ما نعرف شحال. وهاد لو بول اون بليس كيحمق، غادي تشوفوه ملبوس غادي تهبلوا عليه، حيت تقدري تلعبي بديك الصديفات كتحليهم كيجيو كول هكذا يا باطو، ماشي باطو مي شي شكل كيجي. الوغ شنو خديت هنايا؟ هادو خديتهم الاخ ديالي ديال الطوموبيل، الطوموبيله ديالو يفرشهم. المهم الطوموبيله الدوفون الديغيير الغلاف ديال الكراسه، فوالا خرجت الكلمه الغلاف ديال الكراسه فوالا، حيت كنت فسختهم كنقول شنو هذا الغلاف ديال الكراسه كيوصلني على كيلكو ماتريال ديالو. هنايا كنت خديت واحد المونطول سان ولكن جاه كبير بزاف، كان عجبني نكذب عليكم والله الا عجبني. هو مراد ما حملوش مي انا يعجبني لقيتو تخوستي لي، هو يصلح للبنات هاد اللعبه ديال البغيون وديك الشيء كيصلح للبنات اكثر من الدراري، ولكن جي ادوغي البنات صراحه نتاع الدراري فن وبلوس سخيخان وزوين وخفيف ولا دودون ديالو مزيونه كتلصقي له هادو هنايا وكيجيو مزيونين. هي هو جاه كبير، لو كان وريته لكم يلبسو مي جاه كبير بزاف يخليته. المهم مونطو كيجي غزاله، انا صراحه الكاليتي ديالو غزاله والثمن شويه غالي، كنظن كو غالي بزاف بوغ المونطو ديال الدراري الصغار. سينو ما بقى قد اللي فات البنات، يصبروا معايا دقيقه. ويلي ويلي والله الا هذه ثقيله ما نعرف شحال غادي توزن لي مني نصيفطها هذه. ويلي ويلي استغفر الله، عرفتي شحال ثقيله؟ شكون عقل على المالطات او الكويت نتاعنا؟ لا كويت نتاعنا ماروكين ها شي اين كيديروها. ها انت ها المالطه، ها المالطه ماروكان مقطنه يا اختي ومبطنه، شفتوا راه كيديروهم. شوفوا اللوينات، خديت لهم شي حاجه اللي في البيج هكذايا، هذه خديتها الوالده ديالي في الصراحه ماشي لخويا، قلت المهم هي الا عجبتها هي ديرها ولا خويا. ديجا راه خديت لهم ليكويت، ولكن المهم قلت اللي بغى يفرشها في الناموسيه ديالو تحت من لاكويت يفرشها، حيت حنا في المغرب مولفين المالطا ما مولفينش لاكويت وديك الشيء. ها انت شوفي معايا مقطنه ومبطنه يا اختي بلا ما نجبدها، حيت غادي نحل فيها ما نقدرش نطويها هكذا. انا دابا شنو غادي ندير لها؟ ندير لها هكذا يا اختي ونخليها بلاصتها حتى نرجعها في الكرتون ونصيفطهم للمغرب. هانتي هانتي حبيبتي ها شحال فيها في العبر هادي؟ هادي قال لك اسيدي فيها 180 على 200 الو تاخذها ماما، هي اللي غادي تعجبها هذا 100% تاخذها. وهذا نورمالمون خديته ليلي، هذا ديالي يا اختي. يا شحفتوني نتوما الجوج، اجي لهنا شنو خديت انا لراسي يا اختي؟ ها ويلي ها ويلي. نا كنضحك معاكم بالعكس، صامتي بليزير ندير لهم بليزير والله العظيم، انا كيعجبني نفرحهم ونعمل لهم وندير داكشي حيت حتى هما ما كيقصروش البنات. هذا خديتو ليلي انا هذا اللون الكامي بغيت، وحتى انا الناموسيه ديالي في البيج الله بيج الله بيج. المهم هذا المخدات ديالو شوفي معايا، شوف هذا حليتو حيت ديالي المخدات ديالو كيف النومه، وعرفتي مع البيج غادي يجي فن مع البيج والبيض وهذا غايجي فن. شفتو هذا الكوسه ديالو ليلي ومراد وديال القطن وقيله هذا. ها نتوما الغزولات شوفوا معايا، ها الناموس ها الثانيه ولو دغا ديال الناموسيه كيسطي. هذا كتدخلي فيه لاكويت بيان سور، عنده هاد الشرير شيفات في الجناب كاملين من غير الجهه اللي كتنعسي فيها، يعني من غير هاد الجهه اللي كتغطيها هادو كاملين فيهم ديك الشرشيفات شفتي كلهم على كاع الجناب وحتى من التحت.
يعني ملي كيجي طايح على الناموسيه، واخا انا الجهه ديالي فيها فيها التلفازه يعني ما كتبانش، مي فن ان شاء الله غادي نضرب شي حكه لهاد الدار مرونه، وان شاء الله نشارك معكم الفيديو ديال كيفاش كننظم، حيت خاصني ندير لو غون ميناج ديال رمضان. كل واحد كيف كيوجد راسو، انا يعني كيعجبني ندير الميناج، نستقبل رمضان بالميناج وبالنقا وكلشي منظمه. الحمد لله الخدمه خرجت كامله وراني منظمه دابا، خاصني غير نضرب هاد التنظيمه لهاد الدار، زيد راه زدت فيها الروينه. المهم حلاوات عاصفه الشتاء والتبروري، والله الا تبارك الله والصلاة على النبي كاين الثلج، شتو التبروري ها نتوما، والله ما كنكذب عليكم البنات، ها تبارك الله ما شاء الله، شتو الحجر ديال الثليجات ما شاء الله. حلاوات ديالي حتى لهنا نكونوا سالينا، ياك لا فيديو استمتعت وانا كنوريها لكم، والله الا استمتعت وانا كنصورها معاكم، وما بقى لي الا نقول لكم بروفيتي بالكود برومو ديالي اللي مكتوب هنايا، غادي تلقاوه هنايا، كيعطيكم 15% في شيئين، وشريو منهم عندكم الرفيع 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 والثمن مناسب فريمون، ما تصدعوش راسكم تمشيو لبرا، باسكو انا ما كاينش شي واحد كيشري كثر مني، غادي تعرفوها. مي دابا اي حاجه محتاجاها شيئين كيديروها الكاليتي الكاليتي وكل شيء، غادي تلاحظوا باللي وليت كناخذ منهم ميم لي مونطو ديكشي الوغ جي اشتي بوكو تشوز ولاصقف ديالهم استاذير هما احسن، عجبتني الكاليتي تشين احسن من الاخرين اللي كنعطي فيهم ما نعرف شحال. الوغ فوالا نيزيتي با، تبارك الله الله يجعلو قد النفع. عرفتي التبروري كي كيعمل، ما عرفتش كي كتسميو هذا ديك الحجيورات اللي كيطيحوا في بلاصه الشتاء، انا ما عرفتش كي كتسميوها، حنا كنقولوا له التبروري ما عرفتش، المهم اللي سميتو هو هذاك. تهلاو لي فراسكم نموت عليكم، موح بيزو باباي، الا احتجتوا شي حاجه مرحبا بكم في السيت ديالي، موح بيزو بيزو.